انطلقت صباح اليوم فعاليات اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تستضيفه مملكة البحرين بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبرئاسة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة. نعم، وفي كلمته الافتتاحية قدم الدكتور هان سونغ سو جزيل شكره لمملكة البحرين على استضافة الدورة الثانية للمجلس والذي يسعى إلى تقديم خبرات الرؤساء السابقين للجمعية العامة بهدف تعزيز التعددية وتحقيق الأهداف العليا لميثاق الأمم المتحدة. من جهتها رحبت معالي الشيخة هيا بنت راشد الخليفة عضو المجلس رئيسة الدورة 61 للجمعية العامة في كلمتها انعقاد هذا الاجتماع المهم على أرض مملكة البحرين وبدعوة كريمة من جلالة الملك المعظم. أوضحت أن مملكة البحرين ومنذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1971 أخذت على عاتقها بذل كل جهد في سبيل تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة الفقر وحماية البيئة المحلية، وها هي اليوم تستضيف هذا الاجتماع على أرضها تأكيدا على دورها المحوري والعام في تعزيز الأمن والسلم الدولي. بعد ذلك وجه سعادة السيد تشابا كورسي رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة عبر الاتصال المرئي أشاد فيها اجتماع المجلس في مملكة البحرين، ومقدما شكره لجلالة الملك المعظم ولحكومة البحرين على هذه الاستضافة. كما استعرض السيد كورسي التحديات التي يمر بها العالم اليوم على مختلف الأصعدة داعيا إلى تكاتف كافة الجهود من أجل التغلب عليها. في سياق متصل شارك سعادة السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة بكلمة مماثلة قدم خلالها الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على هذه الدعوة الكريمة ولمملكة البحرين على استضافة أعمال الاجتماع، مشيرا إلى أن العالم يواجه بالفعل العديد من التحديات بما في ذلك تحديات العالم الرقمي السريع حيث تدخل التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، ومنوها بضرورة أن لا تكون هذه التكنولوجيا سببا في خلق أي نوع من عدم المساواة. بعد ذلك عقد المشاركون في اجتماع المجلس مناقشة عامة لاستعراض أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.